خطة إسرائيل لإخلاء مدينة رفح من السكان لتبدأ بعملية عسكرية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بعضاً من تفاصيلها. الخطة كما نقلت التقارير الإسرائيلية لا تشمل على ما يبدو شمال غزة، بل تتضمن مناطق أخرى في جنوب ووسط القطاع، رغم التحذيرات الأممية والدولية وبالتأكيد مصر التي تشارك حدوداً مع رفح من خطورة الخطوة على مئات آلاف النازحين. وخشية من الهجوم الإسرائيلي المرتقب، نزوح عكسي من رفح بدأ فعلاً إلى وسط القطاع. وإحنا هاي المرة الرابعة ننزح، هاي المرة الرابعة وما حدا متطلع لنا ولا حدا مدور علينا، والله العظيم بس الله اللي معنا والله يرحمنا برحمته. جينا هنا على رفح قالوا آمنة ما فيش فيها إشي، وهاي الآمنة كل يوم طخ وقصف وشهداء، وين نروح؟ مش عارفين وين نروح يا أخو. إحنا نازحون آخرون نصبوا خيامهم غرب رفح بالقرب من البحر أو قرب الجدار الفاصل من الحدود مع مصر. أي أنا بيتي راح من أول ثلاثة أيام، من أول حرب، من أول ثلاثة أيام راح، وأنا قاعد بقول وبناشد إن شاء الله ربنا يقدر ونرجع غادي على الشمال، مش بدناش لا هجرة ولا بدنا، إحنا بدنا نضلنا قاعدين في غزة.